مرحبا، هذا الأسبوع كان حافل بالأخبار الفنية. الكثير من المشاهير تصدروا محركات البحث عبر جوجل والترندات، وذلك بسبب تصرفاتهم أو تصريحاتهم المثيرة للجدل. بهيدي الحلقة من الحصاد الفني رح نضوي على أبرز الأحداث يلي صارت بالساحة الفنية. بداية مع الفنانة ياسمين صبري يلي أثارت الجدل وإعجاب الجميع من بعد ما ظهرت بالحجاب والملابس الفضفاضية أثناء زيارتها للسعودية. وظهرت بالحجاب أولاً أثناء وصولها لمطار السعودية، وذلك احتراماً لعادات المنطقة يلي هي رح تزورها، ورجعت ظهرت بالحجاب من بعد ما حضرت الحفل الختامي لفعاليات مهرجان البحر الأحمر. من جهة تانية تعرضت نجلاء بدر لموقف محرج على الهواء مباشرة، إذ إنه زوجها خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج قال إنه هو ممكن يطلق إذا هي بتزيد من وزنها، وبأكد أنه هو تزوجها بشكل معين وما بيقبل أنه يتغير شكلها. على صعيد آخر تردد أنه حسام حبيب وهو زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب حلق شعره على زيرو، وذلك تضامنا مع زوجته، وحتى أنه اعترف لها بحبه وطلب منها أنها ترجع لحياتها الزوجية، ولكن تبين أنه هيدي مجرد شائعات لا محل لها من الصحة. من جهة تانية أعلنت رنا سماحة ولادة طفلها الأول، وذلك عبر حسابها على إنستغرام من دون ما تفرجي صورته، ولكنها اكتفت بأنه تعلن عن اسمه وقررت انه تسميه مالك. وطبعا انهالت عليها التعليقات يلي باركت لها بولادة هيدا الطفل. ومن الفيديوهات يلي انتشرت بكثرة على السوشيال ميديا هو فيديو لتالية تامر حسني الى جانب والدها على المسرح، بحيث طلعها معه على المسرح وعرف الجمهور عليها. على صعيد اخر تعرض الفنان امير كرارة لهجوم عنيف، اذ انه اتهموا البعض بالتنمر على ويزو. هيدا الشيء سبب له حرج، اذ انه احضر له كرسي كبيرة لتتناسب مع وزنه الزايد، ولكن الفنان امير كرارة برر فعله وقال انه هو من حبه لإلها واهتمامه فيها بده يجيب لها كرسي لحتى تكون عم ترتاح عليها لما تقعد. اما روتانا ابنة غادة عبد الرازق فخطبت من شاب فلسطيني، وقامت والدتها بنشر صور الحفل على حساباتها الخاصة على السوشيال ميديا، واتمنت لبنتها حياة سعيدة وهادئة وكل حب ووفاق. ختاما، عيد ميلاد احمد العوضي هو المناسبة الاولى يلي بتجمع احمد العوضي بزوجته ياسمين عبد العزيز من بعد ازمتها الصحية يلي عاشتها، ونشرت ياسمين صورة لإلها ولزوجها من هيدا الحفل، وعبرت عن حبها له وامتنانها لوجوده بحياتها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.